تزامنا مع فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، تضاعفت أساليب التقييد على النساء وكثرت الانتهاكات التي تتعرض لها في اليمن. لم تعد القيود الاجتماعية وحدها ما تشغل حياة المرأة اليمنية، فقد أضيفت لها انتهاكات أخرى، غابت الدولة فتفاقمت المشاكل عليها بشكل أكبر. وصل حجم هذه الانتهاكات إلى أن النساء في مناطق سيطرة الحوثي فقدن حقهن في التعبير عما يتعرضن له. وفي هذه الأيام يركز العالم على تخصيص 16 يوما لمناهضة العنف بحق النساء، ونحن مشاهدين خصصنا هذه الفقرة للحديث حول أهمية التوعية بما تتعرض له النساء في اليمن. نستضيف معنا مدير عام الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة روزا الخامري لتتحدث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك دكتورة روزا. أهلا وسهلا بكم، سعداء معك. مساء الخير عليكم جميعا. عليك يا رب، وسعداء أنه اليوم يعني نناقش معك هذه المشكلة التي للأسف يعني صنفت فيها اليمن اليوم كواحدة من الدول الأسوأ في العالم التي تعيش فيها المرأة. برأيك كيف تصفي اليوم وضع البلاد في احتواء النساء؟ والله وضع البلاد بالنسبة وضع المرأة في خلال هذه الفترات العصيبة التي تمر بها المرأة في ظل فترة النزاع المسلح، في تراجع كبير بالنسبة للحركة النسوية والنهضة الحقوقية في هذا الجانب. رغم الوعي الموجود لدى الكثيرين إلا أن الممارسات أصبحت في تراجع كبير، وكذلك تنفيذ سياسات النهوض بأوضاع المرأة أيضا هي أصبحت في تراجع. لذا نشهد الانتهاكات بشكل عام موجودة في كافة المجالات دون مراعين للقوانين والضوابط واللوائح، وبالتالي نجد هناك تراجع كبير. أيضا كي لا أكون فقط متشائمة، ولكن الوعي أيضا الحقوقي، الوعي المجتمعي نجده تراجع بشكل كبير. في الوقت نفسه نجد أن كثير من النساء، كثير من الفتيات لديهم من القدرات التي يدعموا فيها حقوقهم ويسعوا فيها إلى إيصال أصواتهم لكافة سواء كان المجتمع أو المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي أيضا، لكن الانتهاكات واقعة بشكل كبير للأسف دكتورة. ولكن لو نتكلم أكثر في التفاصيل، ما هي أكثر المشاكل التي تمر بها النساء في اليمن، وكيف تنعكس هذه المشاكل على حياتها الاجتماعية؟ بالنسبة للمشاكل التي تمر بها اليمن وخاصة النساء التي تأثرت بشكل كبير في فترة النزاع المسلح، تغيرت وتبدلت الأدوار بالنسبة للواقع النساء، فتلاقي انه النساء خرجوا الى المجتمع للعمل نتيجة للظروف الواقعة على كاهلهم باعتبار من مثلا فقدان العائل، وبالتالي خرجت النساء والفتيات ايضا للبحث عن مصادر الرزق، العيش الكريم، دون ان يكون لديهم في الاساس من التوعية، دون ان يكون هناك ايضا لديهم من الحماية الكافية في المجتمع، فتجد الكثير منهم تعرضات للتحرش الجنسي، للعنف سواء بشتى اشكاله، سواء العنف الاداري داخل المؤسسات او القطاع الخاص. ايضا تلاقي ايضا المدافعات بالنسبه لحقوق الانسان سواء كان يعني الموجوده في لدى مناطق الحوثي، كثير من المدافعات لا نعرف عنهم موجودات في السجون، ونحن لا ندري اين هم، كم عددهم، وما التهم التي حتى يعني انيطت بهم في يوم وليله فقط لانهم تحركوا باصوات مناديه بالحقوق والحريات والدفاع عن حقهن في العيش الكريم، حقهم في الحياه، حقهن في التعبير. كذلك ايضا نجد كثير مثلا من النساء، يمكن 1600 و200 امرأة قتلت وأصيبت خلال فترة النزاع من 2015 إلى 22، أيضا 1800 امرأة هم ضحايا الألغام نتيجة لعدم الوعي وأيضا نتيجة لعملية النزوح، فهم يمشوا في طرق كثير ما تكون فيها ألغام، وبالتالي منهم قتلت ومنهم من بترت أعضاءهم. أيضا النزوح سبب مشكلة كبيرة
يمكن 4 مليون نزوح للمواطنين اليمنيين من كافة المناطق إلى المناطق المحررة. 80% هم من النساء والأطفال، ولكن أنت تجدي يعني ما المعاناة التي ممكن أن تكون ترافق مسيرة هذا النزوح والانتقال والتنقل من مكان إلى آخر، من المأوى، من المسكن، من الملبس، من العيش الكريم، من التطبيب الصحي والآمن، من الغذاء، من الحصول على المياه الصحية النظيفة. أيضا 1800 امرأة اختطاف، حالة اختطاف، وفي التقارير الدولية الأممية 7 مليون امرأة بحاجة للخدمات لمناهضة العنف. فتخيلي كمية الضغوط، وأن كان على الأشخاص بصفة إنسانية وعلى المجتمع وعلى الحكومة التي أيضا في ظل فترة النزاع تجد أن القانون لا ينفذ بشكله الصحيح، أيضا المراكز الإدارية فعلا والقانونية. دكتورة روزا للأسف أرقام صادمة اللي أنت بتذكريها الآن، وأرقام يعني تخلينا نشعر أنه حجم المشكلة كبير، ويجب أن يكون هناك يعني تكاتف لحل هذه الأزمة في أو وضع النساء في اليمن. خلينا ندخل إلى موضوع اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا المرأة. ما الذي تقوم به هذه اللجنة اليوم في ظل الظروف وهذه الأرقام التي أنت ذكرتيها؟ اللجنة الوطنية من مهامها في ظل هذه الأوضاع، وهي من مهامها الرئيسية، هو رسم السياسات العامة للدولة بالنسبة لقضايا النساء. فحينما نجد كل هذه الأرقام المهولة في كافة القطاعات، لم نتكلم عن التعليم وتسرب الفتيات من التعليم، أيضا بسبب النزوح يمكن 500 وفق التقارير، هذا فقط المبدئية، 500 ألف طفلة او امراه او فتاه حرمت من التعليم، وهذا تراجع كبير في دور النساء، وسياتي عليه الدور لاحقا في المجتمع، لانك لن تجدي من النضوج والوعي المجتمعي الكافي في ظل عمليه التراجع العمليه التعليميه بالنسبه للنساء والاطفال بشكل عام. بالنسبه للادوار اللجنه الوطنيه، نحن نرسم السياسات العامه، نرفع تقاريرنا بكل ما عن وضع المرأة، سواء كان في الحالة الصحية، في الحالة الاجتماعية، في الحالة التعليمية، في المجال القانوني، وما القوانين التي ممكن أن نعدل فيها ونعزز فيها أدوار المرأة بحيث تكون قادرة على أن تكون هناك مواد قانونية تحمي النساء. وبالتالي يعيقنا هنا الآن حاليا فترة الركود الحاصلة والتوقف الحاصل مع مجلس النواب وعدم انعقاده، وبالتالي لا نستطيع أن نقدم تعديلات أو مسودات تعديلات للقوانين ومسوغات للقوانين التي ممكن أن ندفع بها بعملية النصوص وتعديلها للنهوض بأوضاع المرأة وإيجاد المساواة القانونية الحقيقية التي تكفل أيضا وجودها وتمكينها في مراكز صنع القرار، لأنه مهم بدرجة أساسية أن تكون النساء متواجدة في مراكز صنع القرار لتحمي أيضا أو لتصل أصواتهم واحتياجاتهم تصل للنساء بشكل عام من خلال القيادة النسوية في مراكز صنع القرار، وبالتالي نقدر أن نغير. ولهذا كثير من النساء دافعات بهذا مسألة التمكين في مراكز صنع القرار وفق القرار 1325، وهي الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، تسعى أيضا اللجنة من خلالها وهي موجودة كعضو في هذه الخطة لتنفيذ مسارات السلام لتمكين النساء في مواقع صنع القرار، وبالتالي نستطيع من خلال أيضا خدمة هؤلاء النساء الموجودات والمتغيب عنهم الخدمات الكثيرة اللي نحن ذكرناها والمعدلات. دكتورة أنت تتكلمي عن للأسف ظروف اجتماعية سيئة وقانون غائب في 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة، ما هي المبادرات التي تقوم بها أنتم حاليا؟ حاليا اللجنة الوطنية تعمل حملة 16 يوم لمناهضة العنف تحت عنوان المرأة تستحق السلام، وهي المساعي التي نحن نريدها جميعا لارتباط المرأة بعملية السلام ولارتباط المرأة وأضرار الحروب عليها، وبالتالي نحن مع أن يكون هناك سلام وتبدأ عملية سياسية في إيجاد النساء تكون متواجدات في عملية التفاوض، لأن المرأة تستحق منا جميعا
أن نسعى معها لحفظ أمنها واستقرارها وحمايتها، سواء كان حماية قانونية، حماية اجتماعية، وبالتالي لن يتحقق ذلك إلا بوجود سلام حقيقي تبدأ فيه مفاوضات وتستقر فيه الأوضاع ويعود الوطن إلى ما كان عليه، وتبدأ عملية الإعمار والبناء والتنمية. وهذا سيخدم كثير من النساء وستتراجع معدلات التي نحن ذكرناها في هذه في بداية هذا اللقاء. طيب خلينا نروح لجانب آخر أيضا، دور جانب النساء الموجودات الآن في السجون، كيف هي أوضاعهن ومن هو المكلف بمتابعة القضايا الموجودة في هذه السجون الخاصة بالنساء؟ عزيزتي، النساء موجودات في السجون حقيقة أرقام غير دقيقة لدى الكل. المنظمات المجتمع المدني لا ننسى دورها في هذا الجانب بشكل كبير لأنها تتابع أيضا هذا الجزء، لكن أيضا نحن مغيبين عن الأرقام الحقيقية التي يجب أن تكون على السطح لكي نعرف من هم وكم عددهم. هذا بالنسبة للجهات الجانب اللي موجود في لدى جماعة الحوثي. مدافعات حقوق الإنسان كثير من الأضرار النفسية والاجتماعية وتصل تسريبات، لكن كأعداد حقيقية للأسف لا نستطيع. هذا الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية أيضا بمساعي من اللجنة الوطنية لتحريك سير هذه الملفات مع الجهات المعنية. كما تعرفي للأسف الشديد المرأة مغيبة حاليا عن كثير من إجراءات التفاوض، من إجراءات الدخول في ملفات ليس مسموح لها بالتواجد فيها، لكن هناك مناصرين لأن تكون المرأة، وهذا من قبل منظمة المجتمع المدني، للدفع بأن تكون النساء متواجدات لحماية أيضا هؤلاء النساء. والحقيقة أيضا في الجانب الشرعية هناك مساعي، لكن ليست أيضا مساعي للجنة وأيضا عن منظمة المجتمع المدني، ولكنها ليست واضحة للعيان بشكل حقيقي، لأنه أغلب الملفات مثل هذه تكون عليها تكتم شديد ولا يسمح للأسف للنساء للدخول فيها أو الخوض في مثل هذه المجالات. لكن نحن نسعى بطرق الودية مع الجهات الحكومية المعنية. نتمنى دكتورة أن تتكاتف كل الجهود، يعني الجهود من قبل يعني الدولة والمنظمات كذلك، لتصبح اليمن من جديد يعني بيئة جيدة لوضع النساء ومحاربة العنف وما يحصل، وخاصة في ظل تفاقم هذه الموجة بسبب الحرب والأوضاع السيئة. الدكتورة روزا الخامري، مدير عام الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا للاستضافة، ونتمنى مستقبل أفضل لليمن وتوحيد الجهود بين كافة القوى السلام لإيقاف الحرب وعمل اتفاقيات سلام تخلق وتصنع بناء سلام حقيقي لليمن بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لك.